الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد رسول الله، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. ثم أما بعد، فمجلس جديد في رحاب الساحة المرهمية، نواصل فيه قراءتنا لموطأ الإمام مالك بن أنس. قال عبيد الله بن يحيى: وحدثني عن مالك عن صدقة بن يسار عن المغيرة بن حكيم أنه رأى عبد الله بن عمر يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور قدميه. على ماذا؟ صدور قدميه. فلما انصرف ذكر له ذلك، فقال: إنها ليست سنة الصلاة، وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي. أين هي صفة جلوس النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ليست سنة الصلاة، وإنما أفعل ذلك من أجل أني أشتكي. كانت قدماه توجعه رضي الله عنه، وكان يرجع على صدور أقدامه. صدور أقدامه يعني على وجهة القدم، على صدر قدمه رضي الله عنه. الآن يحدث يحيى بن يحيى عن من يا مشايخ؟ يحيى بن يحيى يحدث عن مالك، ومالك في هذه الرواية يحدث عن مين؟ صدقة ابن يسار. فمن هو صدقة ابن يسار هذا؟ وهذا من الرجال الذين طلبت منكم أن تأتوني بإيه؟ بأخبارهم وتراجمهم. سألت شيخي رضي الله عنه يوما من الأيام، وكنا في زيارة لمسجد سيدنا الإمام الحسين، وكان ذلك سنة 1999، يعني منذ 20 عاما بالضبط، 20 سنة بالضبط. وكنت إذ ذاك طالب في جامعة الأزهر، وكان مولانا الشيخ سيد سليم رضي الله عنه في زيارة من القاهرة، فالتقيت به عند باب سيدنا الحسين، فقلت له بعد كلام طويل ومذاكرة طويلة، قلت له: أوصني، أنا سأكتب هذا التاريخ 1999 على باب مسجد سيدنا الحسين، وأنا أريد أن آخذ وصية أعيش عليها بقية عمري. فقال لي: أوصيك بشيء واحد، أن تقرأ سيرة الرجال، فمن قرأ سيرة الرجال لا بد يوما أن يصبح من الرجال. هذه عبارته رضي الله عنه. فتجدني أحب أن أقرأ سيرة الرجال منذ نصحني بهذا، وكما نصحني أنصحكم وأنصح نفسي ثانية، فنحن مقصرين. اقرأوا سيرة مين يا مشايخ؟ فإن قراءة سيرة الرجال تجعلك تقتدي بهم أولا، ثانيا تجعل في نفسك همة عالية تأخذها من همم الرجال رضي الله عنه. فالشيخ كان يقول دائما، وفي هذا الموقف قال: اقرأ سيرة الإيه؟ سيرة الرجال رضي الله عنه. فهنا يحدث مالك عن رجل يسمى إيش يا مشايخ؟ صدقة ابن يسار. من صدقة ابن يسار هذا يا مشايخ؟ مولى لبعض أهل مكة. مكي إذن هو أو مدني؟ مكي. وهو من الموالي أم من الأحرار؟ وأضيف يا مشايخ إلى البحث الذي طلبناه منكم أن تفصلوا تفصيلا وتميزوا بين الذي هو من الموالي من شيوخ مالك والذي هو ليس من الإيه؟ من الموالي. فصدقة ابن يسار من الإيه مشايخ؟ صدقة ابن يسار الموالي بعض أهل مكة. قال سفيان بن عيينة، تعرفون سفيان بن عيينة؟ أحد السفيانين رضي الله عنه، سفيان بن عيينة، وسفيان الثاني اسمه إيه؟ سفيان الثوري. قال سفيان بن عيينة: قلت لصدقة ابن يسار يوما: يزعمون أنكم خوارج. تعرفون الخوارج؟ من هم الخوارج؟ الذين خرجوا على سيدنا الإمام علي، وسيدنا الإمام علي تميز عنده فرقتان، فرقة الخوارج والأخرى اسمها الشيعة الذين شايعوه، فهلك فيه من شايعه وبالغ، وهلك فيه من خرج عليه وقدح وشتم رضي الله عنه. صحيح ولا ما هو صحيح؟ من الذي ناظر الخوارج حتى عاد منهم على رأيه 4000؟ سيدنا عبد الله بن عباس في وقعة شهيرة جدا لبس أجمل ما عنده من ثياب، ثم ذهب إليهم وكانوا قد نزعوا عن سيدنا علي صفته أمير المؤمنين، فقالوا: ما دام ليس أمير المؤمنين فهو أمير الإيه؟ فأمير الكافرين. فسألهم عبد الله بن عباس في المسائل الثلاثة التي أخذوها على من؟ على سيدنا علي. هم أخذوا عليه كم مسألة يا مشايخ؟ 3 مسائل. الأولى أنه نزع عن نفسه إمرة المؤمنين في حربه مع سيدنا معاوية بن أبي سفيان، ومعاوية سيدنا وعلي سيدنا ورضي الله عن أصحاب رسول الله جميعا. واضح هذا الموقف ولا ما فيه إشكال؟ ما فيه إشكال، واضح جدا. وإذن أخذوا عليه 3 حاجات: الأولى أنه نزع عن نفسه إمرة المؤمنين، فقالوا: إن لم يكن أمير المؤمنين فهو أميره
الكافرين، والثانية أنه أخذ عليه أنه حكم الرجال في دين الله، وهم يقولون إن الحكم إلا لله، وهي مسألة الحاكمية التي انتشرت من يومها إلى زماننا هذا، ووجدت في كتب بعض الفرق الموجودة في العصر الراهن، مسألة الإيه؟ الحاكمية. قال إن الحكم إلا لله، وأخذوا عليه الثالثة. يا ترى ما هي الثالثة؟ تذكرون؟ أخذوا عليه أولاً أنه نزع عن نفسه إمرة المؤمنين، ثانياً حكم الرجال في دين الله، الثالثة أمر بيض قاتل ولم يسبي، لما لهم المؤمنين عايشة هكذا هم أخذوا عليه، قاتل ولم إيه؟ ولم يسبي، يعني انتصر على جيش معه ولم يأخذ السبايا، مش كده؟ قاتل ولم يسبي، ومع ذلك لما أخذوا عليه هذه الأمور الثلاثة ماذا فعلوا؟ خرجوا على في ناحية من المدينة وقالوا نحن الدولة الإسلامية ونحن المسلمون، وعلي لا يصح أن يكون أميرا للمؤمنين، فخرجوا عليه فسموا الإيه؟ الخوارج. واستمرت سلالة الخوارج إلى نهاية الدولة الأموية وبداية الدولة العباسية، وكان منهم الخوارج الأذارقة، وعلى رأسهم رجل يسمى قطري بن الفجاء، وكانوا أناس يعني في غاية الشدة والجلد، لكن عبد الله بن عباس قال لسيدنا علي سيبني أنا أروح لهم، فرح لهم سيدنا عبد الله بن عباس وقال لهم أولا لا أرى فيكم من أصحاب رسول الله أحدا، مش ولا واحد فيكم من الصحابة، هذه أول واحدة. ثانيا ماذا تأخذون على أمير المؤمنين عليه؟ قالوا نأخذ عليه أنه حكم الرجال في دين الله. قال لهم طب أنتم بتحفظوا القرآن؟ قالوا نحفظ القرآن. قال ألا تجدون في القرآن ليحكم به ذوى عدل منكم هاديا بالغ الإه؟ بالغ الكعبة، فأيحكم الله الرجال في هدي في الدواب، يعني هدي يبلغ الكعبة، وتنكرون على علي رضي الله عنه أن يحكم الرجال في دماء المسلمين؟ أخرجت من هذه؟ قالوا خرجت. فقال لهم إن خرجت منها ماذا لي عليكم؟ قالوا نرجع معك. فخرج من الأولى. إيه هي الأولى يا مشايخ؟ حكم الرجال في دين الله، حكم الرجال في دين الله، تمام؟ هذه خرج منها ولا لم يخرج؟ خرج منها. ثم قالوا له والثانية أن عليا نزع عن نفسه إمرة الإيه؟ قال لهم أنا أنتم لا تذكرون، أنتم تابعين مش من الصحابة، النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ قال لعلي رضي الله عنه، سيدنا علي نفسه ده، قال أمحها يا علي، أمح كلمة رسول الله، لأنه قال له لو أني أعلم أنك رسول الله ما إيه؟ ما قاتلتك. اسمه مين ده اللي قال النبي كده؟ ها؟ سهيل بن عمرو. قال له لو أن أعرف أن أنت رسول الله ما قاتلتك. ثم قال له طيب أمحها يا علي، سيدنا علي أمي، سيدنا النبي أمي، لا يعرف، لا يجيد القراءة والكتابة. فقال لا أمحو عنك رسول الله أبدا. ثم قال له أرنيها يا علي. قال له أهي. فمحاها النبي بيده. فقال أيمحو النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله ولا يمحو علي أمير المؤمنين؟ وقد قال رسول الله لسيدنا علي يومها أمحوها يا علي ولعلك تتعرض لمثلها يومك. وقد تعرض لمثلها صلى رضي الله عنه. فقال عبد الله بن عباس من الخوارج أخرجت عن هذه؟ أخرجت منها؟ قالوا خرجت. فبقيش إيه؟ الثالث أنه قاتل ولم يسري. فقال لهم أيكم، عبد الله بن عباس، أيكم تطيب نفسه أن يكون في سهمه أم المؤمنين عائشة، فقد كانت في جيش سيدنا علي رضي الله عنه. فقال لهم أخرجت من هذه أيضا؟ قالوا خرجت. فعاد معه 4000 منهم صدقة بن يسار الذي روى عنه من سيدنا الإمام مالك. أهو يقول سفيان بن عيينة قلت لصدقة بن يسار يزعمون أنك من الخوارج، قال قد كنت منهم ثم عافاني الله، كنت منهم ثم إيه؟ عافاني الله، لتعلموا أنه تابعي أم صحابي؟ تابعي، لكن عافاه الله وعاد عن الإيه؟ عن هذه الفكرة الخطأ والتي وقع فيها كثير من الناس. كان صدقة بن يسار رضي الله عنه محدث ثقة قليل الحديث، كثير الحديث ولا قليل؟ ولا قليل؟ قليل الحديث جدا يا زكريا، برافو عليه، جدا، حتى يظن والله أعلم أن مالكا لم يخرج له في الموطأ إلا هذا الحديث، فهو كان قليل الإيه؟ الحديث جدا رضي الله عنه. توفي عليه رضوان الله في أوائل خلافة بني العباس وهو من صغار التابعين. توفي متى هذا الرجل؟ في أواخر خلافة بني الإيه؟ بني العباس. هذا الذي عرفتكم عنه، ما اسمه يا مشايخ؟ صدقة بن يسار، وهو واحد من شيوخ الإمام مالك رضي الله عنه.
وهو من الموالي أم من الأحرار؟ من الموالي. مكي هو أو مدني؟ مولى لبعض المكيين، مولى بعض. أو هو من الخوارج أم خرج من هذه السرية؟ خرج، كان منهم فتاب الله عليه وخرج. كان قليل الحديث أم كثيره؟ كان قليل الحديث. ثقة أم فيه مقال؟ بل ثقة رضي الله. متى توفي؟ في أواخر خلافة بني العباس. وقد قلت لكم قبل ذلك ها إن الذي يميز طالب علم الحديث أن يحفظ تراجم الرجال وأن يحفظ سنية وفاته. هذا يميز طالب الحديث، أن يحفظ سنية وفاته، متى مات، ليعرف من الذي لقيه ومن الذي تلقى عليه ومن الذي لم يتلقى عليه. وهنا صدقة ابن يسار في الرواية التي أمامنا يروي عن من يا مشايخ؟ يقول عن، لا ليس عن عبد الله بن عمر، يقول عن المغيرة بن حكيم أنه رأى عبد الله بن عمر. فهذا يعطيك أن صدقة ابن يسار من كبار التابعين أم من صغارهم؟ لأنه لم يدرك عبد الله بن عمر، فما دام لم يدرك عبد الله بن عمر فهو من صغار الإيه؟ من صغار التابعين رضي الله، لكن روى عن كبار التابعين ولم يدرك الصحابة، وإنما هو من صغار الإيه؟ من صغار التابعين. إذن صدقة ابن يسار هذا الرجل العظيم يروي عن من يا مشايخ؟ عن من هو المغيرة بن حكيم هذا؟ أيضا نريد أن نعرفه، ولا لا نريد أن نعرفه؟ نريد أن نعرفه رضي الله عنه، فلا نروي هكذا الكلام ونجري كده وقال لا، نريد أن نعرف من هذا الرجل، اسمه من؟ طيب الأول الصنعان، يلا دف عليه. المغيرة بن حكيم من الإيه؟ الصنعان، يعني من فين؟ من صنعاء اليمن رضي الله عنه، تابعي ولا صحابي؟ تابعي. أدرك من كبار التابعين، أحسنت يا ولد، أدرك عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة. إذن صدق اسمه إيش هذا الرجل؟ المغيرة بن حكيم الصنعاني، تابعي من كبار التابعين، ثقة من المحدثين الذين نزلوا اليمن، عشان كده هو اسمه إيه؟ لقبه إيه؟ الصنعاني. تتلمذ على كثير من الصحابة، منهم عبد الله بن عمر، ومنهم عبد الرحمن بن صخر، وعبد الله بن عمر. إيه الفرق ما بين عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر؟ عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر بن العاص، وهما الاثنين من الايه؟ من العبادله. احسنت شيخ زكريا، انت الان من الملائكه قحا، احسنت جزاك الله خيرا. من العبادله. ومن هم العبادله شيخ زكريا؟ كم واحد اصلا من العبادله؟ اربعه. من هم تستطيع ان تذكرهم لي؟ عبد الله بن مسعود، شاطر يا شيخ نادر، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص. هؤلاء من العبادلة الأربعة، حتى قالوا إن اجتمع العبادلة الأربعة على رأي فلا تسأل بعده أحدا، لأنهم العبادلة رضي الله عنهم الأكاد. وإذا المغيرة بن حكيم تتلمز على اثنين من العبادلة، عبد الله بن عمر وعبد الله بن نعم. إذا يعطيك أن المغيرة بن حكيم هذا من الصنعاني، عالم كبير ومن كبار الإيه؟ ومن كبار التابعين رضي الله عنهم. وتتلمز على كبار التابعين أيضا، يعني بالرغم أنه متابعي إلا أنه أيضا تتلمز على مين من التابعين؟ على طاووس بن كيسان. الشيخ من التابعين مشايخ طاووس بن كيسان، وقد ترجمنا لطاووس قبل ذلك، وإذا أتانا في سلسلة الإسناد نطنب في روايته في ترجمته إن شاء الله. إذن اقرأوا معي الحديث مرة أخرى. قال وحدثني عن مالك عن، سمعوني يا مشايخ، من؟ صدقة بن يسار. عرفنا من هو صدقة بن يسار؟ عن المغيرة بن حكيم. عرفنا من هو المغيرة بن حكيم ولا ما عرفنا؟ ها، توفي أول خلافة بني العباس، ده صدقة بن يسار رضي الله عنه. طيب المغيرة بن حكيم يروي عن من؟ أيوة، يقول ماذا؟ أنه رأى عبد الله بن عمر يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور قدمه رضي الله عنه، على صدور قدميه، فلما انصرف ذكر ذلك له فقال إنها ليست سنة، إنها ليست سنة الصلاة، وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي. وإذن هذه الصفة التي تكون على صدور الأقدام في الجلوس صحيحة أم مبطلة للصلاة؟ انتبهوا للسؤال جيدا، صحيحة أم مبطلة؟ لا تبطل الصلاة، وليست السنة، فمن فعلها صلاته صحيحة، وإنما فعلها عبد الله بن عمر لأجل أنه يشتكي من قدميه رضي الله عنه. وإذن الآن عندنا صفتين اجتنبهما ما استطعت إلى ذلك سبيل. الصفة التي ذكرناها في المجلس الماضي وهي إيش؟ العبس بالحزباء في الرواية الأولى، ثم الرواية التي بعدها
التربع. والصفة التي بعدها في الرواية التي بعدها الجلوس على صدور الأقدام. والتربع نسيت أن أخبركم أن العلماء يعني كرهوه للرجال واختلفوا فيه للنساء، فأجازه أكثرهم بل رأوه مستحبا لأنه أجمع للمرأة وأستر لها إذا جلست تجلس في الصلاة متربعة. فإن جلس الإنسان متربعا لألم أو وجع في أقدامه أو في رجليه فإن هذا صحيح كما كان يفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وجزاه الله عنا وعن الإسلام خيرا. بقي أن نعرف ما هي صفة جلوس النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما سنعرفه في الدرس القادم إن شاء الله. شاكر لكم وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.